كاين؟ مستني حد في هاد الساعة. واش تقصدي؟ قلت يعني توالم. اربطي اربطي. هاي اللي جاي. يا ربي. أنت هو جحا الرجل العبقري مول الفكرة والذكاء؟ وانت شكون؟ أنا؟ ما تعرفنيش؟ ما تسمعش بيا خلاص؟ أنا جيوفاني. ما حصلنيش الشرف يا هداك. واش تحتاجوا عندي؟ واش تحبوا؟ ولا جبتوني هنا؟ بلاكل بلاكل. مومنتو. هاد الليلة كلها ما بقاش نهايتك تكون عليتي. تقتلني؟ لا، جوفاني ما يقتلش. الموت نتاعك تكون بصفة أخرى. وانت على كيد الحياة. ما فهمتش. كل حاجة في وقتها. بيانو ما هوش مهم تفهم وإلا لا. واش دير هنا؟ راني معاك، واش دير هنا؟ ممنوع الكلام يا جوعة، والآن نشرح في الأمل وراحة البال. Thank you.
نروح نطيب قهوة ثقيلة نعدل بها مخي. اسمع يا رجل، وش حكيتك البارح؟ وش كاين؟ وش صرا؟ هيك رحت تحل الباب وما وليتش. انا ايه مال خيالك؟ معلوم انت يا وسكتي برك، نمت واحد المنام لا يشوفك. خير ان شاء الله. كيف فتحت الباب زعما زوج رجال خطفوني داوني بعد طلقوني. وش يضحك في هذه الحكاية؟ ايه فارغين شغل هادو ياك منام يخطفوك ومن بعد يردوك بلا سبة ولا فايدة. المهم هذا اللي صرا. صباح الخير يا رفيقة العمر. وش صرا؟ والله ما غلطتني يا المرايا، والله ما غلطتني، لكنه كان ناجحة. انت شكون؟ ياها ناجحة، انت شكون؟ تكلم شكون؟ خليها عليا انا هذا. اسكتي شوف نقول لك انا هو جحا وجحان بقى جحا. نقول لك حاجه والله ما تغلطيني يا المرايا. هسه نشوف امين انت امين. انا امين. انا جحا ماشي انا امين. طاح حاكم يا كل حسام. ماما ما رانيش عارفه كيفاش نرد لك خيرك يا غزاله. شنو تردي لي خيري هذا؟ زعما انتي مرت جحام فيك غير لسانه طويل. كيفاش؟ كيما راني نقول لك يا سيد القاضي ضربني حاوسني وقال لي ما زيدش نشوفك هنا وما عندكش حق هنا. الحاكم ايه؟ وعندك الدليل على واش راك تقول؟ الدليل يا سيد القاضي راه في داري. الحكيم واذا ما عملتني سيد القاضي نطلب منك تسمع لصاحبو احمد. نو ما تقدم. واسمك؟ ايه احمد سيد القاضي صديقك الحكيم. وراه دخل دار جحام بالقوه خرجوا ضربوا حتى فقد الوعي. تبقى تتفرج؟ لا 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 سيد القاضي حاولت نفرقهم. ضربني حتى فقدت وعي. كي صحيت الصباح لقيت عاد دم يسيل من راسو حسبت راسو سيد القاضي
وجينا عندك سيد القاضي. صح الحكيم صاحبي، وكيف يقولوا أسر خوك ظالم ولا مضروب. يا قايد السوق، يا قايد السوق أنا هو وجهها. يا اسكت. وقتاش دخل الحكيم الدار؟ في الليل سمعنا دق على الباب. خرج شحابة يفتح ومن ثم ما رجعش. يا ودي ما يمنونيش يا نرجعنا هو وجهها، وش بيك هدا؟ يا اسكت. هش هش هش. ومن بعد من دخل الحكيم عود شحا؟ هي شحا طول ما رجعش، غلبتني عيني رقدت، وفي الصباح لقيت الحكيم راقد فين كان شحا. يا والله ماني هو والحكيم ماشي انا هو، انا شحا وش بيكم عبد الله؟ اسكت اسكت اسكت. هش هش هش. ارجعوا يا بنادم وربوا في السجنانه، خرجوني من داري قولوا لهم فيا. اسكت لهم نوفا نقول لهم زين هو شحا وش بيهم هادو ما يمنونيش. اسكت شحال شحال. راك بخير؟ راك لاباس؟ الحمد لله كي تهنينا منه. نجيب لك تاي خضر تعدل بها راسك؟ لا لا قهوة ثقيلة. ماشي من عوايدك تشرب القهوة. لكل شيء بداية. روحي روحي روحتها. أنا عم جحا تروح للخان تجيب لي الفلوس وتجي. روح للخان تجيب لك الفلوس. الفلوس مورفين حسبوهم كل يوم الخميس، وحسبناهم البارح الصباح. البارح الصباح وين راهم؟ راهم عندك. عندي وين؟ الله أعلم، أنت اللي تعرف. يا مرا يا مرا. من وكثاه تعيط لي يا مرا؟ كيفاش حبيتي نعيط لك يا لالا مولاتي؟ أروحينا. واش أروحينا؟ دراهم الخان وين راهم؟ واش من دراهم؟ دراهم الخان. من وكثاه تعطيني الدراهم؟ عمرك ما عطيتني فلس. يعني هكذا نغيب ليله ديروا رايكم. يا راجل دراهم الخان انت اللي تقبضهم وانت اللي تخبيهم، واحد ما يعرف وين تخبيهم. جحا تحتاجني؟ ما نحتاجكش، قلب وجهك عليا. يلا ماشي الحكيم ما تاكلش؟ استناها تبرد ما تزيدش تنطق باسم الحكيم، فهمت؟ علاه انت شكون؟ انا شحا. شحا انت شحا. الله يداوي حالك. انا شحا انا شحا انا شحا.
صباح الخير معلمي. وش راك تدير؟ نحسب في الدراهم. حط معلمي الله يجعل خير. هذا عربون الباقي له يومين. اتفقناش هكذا يا حكيم، اتفقناش. راني عارف يا جوفاني، قريت حساب خرج لي حساب واحد اخر. انا الشيء اللي يهمني هو نقبض. شوف، نعطيك يومين في يدك، يا تصفي حسابك معايا انا، يا انا صفي حسابي معك. خير يا حكيم، وصرا حبي يدي دراهمه. ايه ومن بعد من حقه. انا عولت على دراهم الخان. الخان دراهم الخان، خان جحا، واحد يخلص وعشرة ما يخلصوش. والحل؟ الحل تلي تلقاه. الفكرة فكرتك والرأي رأيك. مش تقصد؟ قصدي واضح، كيما ربطها تفكها. إلا لو البارح وقتها؟ الصباح. تكذب. نتاع عمرك ولا تحممت الصباح؟ نحمم وقت ما نحب. انا الراجل في هذا الدار وما نحب حتى واحد يدخل روحه فيا، حتى لو تكون انتي. ومن هذه الساعه ما نحبكش تزيدي تكلميني بهذه السيره. بعد الناس يجحى وقيل الضربة اللي خديتها على راسك خرجتك على الصح. إذا ما عجبكش الحال الباب يفوت الجمل. مايا هيا معايا. وين؟ هم بعدها تعرفي. ونوفل هيدبر راسه. طريق السد اللي تدي ما تهد. طلوا في المحكمة الليلة. القضية ما تتقبلش الانتظار، وسيد القاضي لازم يسمع أقواله الليلة. إيه ما هي محاكمات على الحكيم قربت. بلا شك بعد الشيء اللي عملوا واحد ما راح يغفر له. أخرج. حكيم راك مطلوب في المحكمة.
كاش منها، هذه ماشي طريق المحكمة هذه. شكون اللي قال طريق المحكمة؟ وين نروحوا منها؟ امشي من بعد تعرف. مس الخير جحا. وين؟ وين للدار. من اليوم ما بقى لكش قعد في هالدار، شوف لك مكان واحد اخر. جحا راك لاباس؟ خير منك. على بالي على بالي راك تضحك معايا برك. ما نزيد نشوف وجهك لا انت لا زوجتك هنا، فهمت؟ يلا اجحا من عادتي ما نعاودش الهضره. يلا والخان ما نشوف وجهك لا هنا لا في الخان. يلا نصحك اجحى وروح تحمم راك تريح. امشي اطرق لي يا ربي. قولوا لي وين قاصدين هكذا؟ وين صالح سلمان؟ رانا في حيرة، كيفاش تثبتنا بلي انتاجها؟ سهل والله غير سهل، ما كانش من غيري اللي على باله بلي سافرنا عبر الزمان، وبلي بعتكم والدكم الله يرحمه باش تبحثوا على كتاب كتبته أنا يسموه العيوب السبعة. لكن هذا الشيء ممكن يكون خبرك به حمد. حمد سافر معانا صح، بصح ما على بالوش، ما هوش عارف علاش قصدتوني ما على بالوش. في هذه الحالة لازم لنا بيان، لازم لنا دليل، ولا يبقى الشك مراودني طول حياتي. جحا ما هربناك من السجن حتى راودنا الشك، الله يجعل سامحنا، لازمك الدليل باش نكملوا معك الطريق. ما كان غير حل واحد، لازم نروح نقابله ونثبت ونفضحه قدام الناس. الناس تامن بالصورة، لكن كيفاه راح تقنع الناس باللي انت هو جحا وهو الحكيم؟ واش تحب؟ واش هذا الكلام يا تحب؟ جيتك كالعاده اروح للحمام. انا روح للحمام معك انت وثم تحكي لنا واحده من حكاياتك اللي تنحي الغمه. بلك تروح تلعب مع انتاجك خير. يلا بابا يلا 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 امشي. ايه تراه تفوح. هيا قربوا هيا هتفضلوا يا هيا ولا حتى داني نعرضكم. نوضي هسمعتي روحي بنيتي تجيبي لي الكسره من هي. روحي نسيتها روحي روحي. قولي بصحتك يا غزاله نفسي نسدت على كل شيء. ليه يا لون جايه بنتي؟ قولي لقمه وقوتي بها روحك. هيا روحي هاتي منا واروحي منا تاكل بنيتي. اروحي اروحي منا. ايه كانت لروحها بالجوع لراجل ما يستاهلهاش. الله يه اروحي انت يا بنيتي هاكي. هاي حطي لقمة ثاني في كريشتك. سمعي وما تسمعي لهاش تاخديش رايها. ماكلة خالد غزالة راسك ما تلقيها. قولي بنيتي. لا ما نقدرش
يا بنتي كولي. كتر خيرك. كولي لونجا، كولي. يدك قداه بنينة يا خالتي غزالة، عمري ما كليتها. وعمرك ما تاكليها عند غيري. لازم تعلميها لي. نعلمها لبنيتي. نعلمك حوايج بزاف. ايكوني تخمم. راني ضايع اخويا عبد العالي. خير ان شاء الله. ضيعت معلمي، حرفتي، زوجتي، داري. يا لطيف، وقت الصلاه هذا من ساعه برك. كيف سمعتك تشحال هذه؟ ما تصدقش يا بجحان تاع الزمان راح، كاين جحه واحد اخر جديد قلبو قاس حكي الحديد. عندك الحق، هذا تليف التعديل باش نروح مع هذا الحمام كالعادة. أنا بك واش قال لي؟ قال لي ما نروحش مع الضب وسكر عليا الباب. بيني وبينك ريحته تبكي. جاب بلاد النصارى. وش يدير عندنا؟ صديق الحكيم يقولوا طبيب. هيا روح وي. هيا هيا. طولت. وين كنت هذا يا رجل؟ وشي هذا ريحه تطرح المزيود قبل وقته؟ تفهمتوا عليا؟ الريحه. المهم عندنا درهم جوفاني. لكن على الاقل روح تغسل الحمام وقريب لدارك. زوج جحا ماهيش هنا. ترطى حوسه، عرفني انا ما نحبش ننسى. عملت مليح هكا نتكلموا براحه. فتشت على الفلوس وين نخبيهم الجحا، ما لقيتش. الجحا يخبي الدراهم وين ما تفتش. واش تقصد؟ حوس على الفلوس من غير مكانهم. اللي عرفتك وانا نقول انت هو سلك الوحلين. لكن ماشي بلاش. واش تاني؟
عندي نصيب في هذا الخير. معلوم معلوم معلوم. المهم نديهم لجيوفاني باش ما يدخلوش الشك. جيوفاني راه في الحمام. حمام تاني. حجة وفرجة. طرد له دينه وتحمم. بيناتنا خسارة فيها الدراهم هادو. وش تقصد؟ واش ألونجا؟ عيب اللي راك يديري فيه. بعد العشرة الطويلة يفرط فيها هكذا. نفرط فيها. هذو هما رجال أخيتي. شوفي الراجل برك كويه ولا داويه وعمرك لا تحني عليه. حني على والديك على خاوتك. وما المفروض من المفروض راك ديري زردة. ولو كنتي وش ديري؟ واش ندير انا؟ واش ندير انا؟ بضربه بسرعه انا نضرب الحديد وهو سخون. قاش مربع يديا كيما انتي ونبكي على ظهري. ما فهمتش. ما تفهميش كلامي واضح كي الشمس. قربي هنا. اسمعي اسمعي مليح. ترجعي دوك للدار تعطيها صريحة تفكر في يوم القيامة وتشوفي كي يحكم مضربه ويعرف باللي كان عايش مع لبا ماشي أنازة. هيا واش قلتي؟ عندك عصا؟ عندي عشرة. روحي ليه وخيري اللي تعجبك. هكذا يسيل الدم ويروح الهم. ضربة واحدة ولا غير. هو غريب حد ما جاب له خبر. نقتلوه يا أحمد ونتهنوا منه. لا 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 يا حكيم، هذه ماشي شوفها. لازم نلقاولو مصيبة اللي يدخل بها الحبس. هكذا احنا نربحو المال ها، وانت حد ما يجيب خبر باللي راك حكيم. والحكيم هو وجعه. صار هكذا. الحكيم هو وجعه. وجعه هو الحكيم. بصح كيفاه يتسمى هكذا؟ تهنينا من شحا ومن جوفاني. صح 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 صح. لازم نروحوا له او في الحمام قبل ما يخرج. صح يلا يلا. واش الحمامكم اللي يدفوك؟ امشي احبو يهبو شيك. هذه نقولوا قصير مكية. كل طويل يا قلبي يمي. رفيقة العمر شحال؟ عرفتني؟ وبعد هاد العشرة الطويلة وما نعرفكش. نعرفك لو حتى يبدلوك ألف مرة. مهم وين راه الحكيم؟ راح للحمام. الحمام؟ روح جيبي الحوايج. روح الحمام. تم اللي نتلاقاو يا الحكيم. صح يا رفيقة العمر. اشحى حطيته في ورطة ما يقدر يحلها لا بيديه ولا سنيه. منين جبت كل هاد المعلومات عليه؟ قلت لك
فايت الدنيا غابة والناس فيها ديابة. والدرهم وش يدير بهم؟ الصباح يا من ربي تاويل. يا اخي عندك كلمة. يا احمد يا احمد جينا نرتاحوا، غدوة درهمك تديهم على اخر فلس. نعرفك يا حكيم، الذات نتاعك وتبيعها. وين لنا؟ وين يا حكيم؟ نقصد جحا. على واه جينا نغسلوا ضيماتنا. هي يلا. جوفاني صديقي دراهمك راه مو جديد. اسكت اسكت ما تفضحنيش. من بعد من بعد روح 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 روح. من بعد من بعد راح تكون امور اخرى. شكون نتوما؟ واش تعملو هنا؟ سيد جوفاني؟ لا هي انا هو. نتوما شكون؟ مبعوث من عند سيد الحاكم، نلقي عليك القبض ونرميك في السجن. السجن؟ راك تضحك يا سيدي. كيف اسمك بعد؟ انا جاي السوق في مهمة خاصة، احترم نفسك ولا نرجعوها صحة صحة. السمانة عندي والطول للشر. بلا زعاف بلا زعاف يا سي الكايد. انا تترغم رقبتهم بالغش والاختلاس والتزوير في كثير من المدن، ولكن هنا غير العنب. ادوه خرجوه وفي السجن ارموه. شوفيه انا وحش قدامك ولا روح 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 شوف وجهك بالمرايه. ان شاء الله نتلاقاو في ساعة الخير. جابت الخير والخمير. هيا هيا مايا يلا يلا هيا حسن وين يلا هذا واش رجع عنده تاني؟ بالصح المرة هذه الحكمة بيدي. الحكمة أرواحي هنا وهذه ذوك ما تسعقيهاش. أنا ضربة وحدة تكفيني نقضي بها الصلاح. نقضي بها الصلاح من هذه علميها لي يا لونجا. مازالوا يا
ربي خالتي غزاله صح. وفي هذه كل مره وعندها سريرها. هيا امشي روح. ايه كل مره عندها سريرها في هذه ما غلطتيش يا لونجا. صح. واش حاب تاني يا سيد القاضي؟ انا حاب تتبعني للسجن باش نتحقق الى الحكيم راه هنا ولا لا. لا هيا بسم الله. انت هو الحكيم بالذات والصفات ماهوش مدغول. ارتاح درك يا قاضي البلاد كما يقول المثل. قطعت الشك باليقين. نعم امشي معايا. صباح الخير يا سيد الرجاله. صباح الخير ليله النساء رفيقه العمر.